الليبرالي المنفتح. فده معناه يمكن انا هدخل بمداخله مع هذه الورقه لاني لدراستي ايضا، لان انا يعني انا علوم سياسيه ولكن جزء طبعا من دراستي كان عن التاريخ، وانه فعلا العالم العربي كان بيمر بفترات انفتاح وفترات جمود، ويعني فترة انفتاح تعقبها جمود. ولكن هنا فعلا يعني أنا أوافق الأستاذ أمين أميل أمين في أنه فترة الجمود استمرت لفترة طويلة. يعني هو طبعا هنا بيركز على الفكر اللاهوتي المسيحي، إلا أنه هناك بذور أو إرهاصات لتغيير تاني للانفتاح، وده نتيجة لتحديات ظهرت على في العالم العربي ونتيجة للعولمة أيضا. يعني هو بيقول بعد كده ظهرت في أكتوبر الماضي أن سنودس الشرق الأوسط، أساقفة الشرق الأوسط خاصة الأساقفة الكاثوليك، فعلا كانت في محاولة لعمل حوار مع الإخوة المسلمين حتى أن احنا نعيش في سلام، يعني يكون هناك في سلام وفي مودة وفي تسامح. فبدأ التركيز على النصوص التي تؤدي إلى هذا التسامح، مثلا لا إكراه في الدين، ونصوص أخرى كثيرة تدعو إلى التعايش بين المسيحيين والمسلمين، وأن ليس هناك تمييز، وأن الأساس هو النهضة، النهضة الفكرية، النهضة يعني الإنسانية أيضا لهذا المجتمع العربي. ثم ينتهي إلى أنه فعلا في ظل هذا في هذه الإرهاصات نحو انفتاح والنوع من إعادة التعايش السلمي مرة أخرى، نتيجة لظهور أيضا عناصر تدعو إلى العنصرية وإلى الأصولية وإلى نبذ الآخر، أي نبذ المسيحي. فهنا فعلا الإشكالية هنا يعني وصل إلى نوع من التعقيد، جناح يدعو إلى التعايش السلمي ومحاولة فعلا إيجاد أو التركيز على نصوص موجودة في الأديان، الدين الإسلامي والدين المسيحي أيضا. فمعنى مثلا يعني أنه الكنيسة الكاثوليكية أو أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يعني نفت أو أنها لم تساند فعلا الفكر الذي يقول أنه أرض الموعد وأنه ده شعب الله المختار، وقالت أن هذه كلها مقولات يعني ليست صحيحة أو لا يجب أن احنا نرتكز إليها. أخيرا حتى لا أطيل أنا أخلص، أنه إلى أين نمضي؟ وأنا عجبني جدا أنه خاتمة الأستاذ أمين إميل أمين كانت مركزة جدا، وقالك إلى أين نمضي؟ هل نمضي إلى التفكك أم إلى إعادة مرة أخرى بناء الجسد العربي حتى نعيش فعلا في مودة وسلام؟ شكرا. شكرا دكتورة هدى. آخر متحدثين هي دكتورة أمال جنامي من تونس، سوف تحدثنا عن معوقات الإصلاح، الخطاب الإفتائي المعاصر نموذجا، 7 دقائق. شكرا سيدي الرئيس، مساء الخير. في نطاق تعداد هذه المعوقات التي نمر بها اخترنا التوقف عند خطاب إفتائي، وهو ما يعبر عنه البعض بكلمات الخطاب الارتدادي أو الخطاب الرجعي أو الخطاب النكوسي. وقد اخترنا أن نتوقف عند هذا الخطاب لما له من أثر خطير على مستوى لا الرجال فقط، وإنما رجالا ونساء والأجيال الجديدة التي كرس لديها التبعية وأخضعها لأسر الماضي. اخترنا التوقف عند هذا الخطاب الإفتائي لأنه يحجب كل حراك اجتماعي وكل حراك في نمط التفكير الديني، بحيث يتم التركيز على كل هذه الفتاوى التي تسيء إلى الإنسان وتسيء إلى منجزات تاريخية أنجزها الفكر الديني العربي الإسلامي، وتسيء أيضا إلى صورة الإسلام والمسلمين.
اخترنا أيضا أن نتوقف عند هذا الخطاب الارتدادي لأنه يكرس عبودية جديدة، وهي عبودية تختلف عن الرق القديم باعتبار أن الفرد المواطن المعاصر يختار بإرادته أن يسلم مصيره ونفسه وذاته وكل عقله لشخص يتلاعب به. اخترنا أيضا أن نتوقف عند الخطاب الإفتائي الذي يسيء إلى الإنسان وإلى الإسلام والمسلمين، لأن منتجي الفتاوى احتلوا مكانة وصرنا نتحدث عن صناعة الداعية الإسلامي، صناعة المفتي. ولعل المسؤولية نحملها بالدرجة الأولى إلى رجال ونساء الإعلام باعتبار أن هذا الإعلام ماذا فعل؟ وضع كل هذا الإنتاج السلبي تحت المجهر وحجب الإنتاج الإسلامي الإيجابي. من هذا الإطار بطبيعة الحال اشتهرت هذه الفتاوى ونالت حظها وكانت عثرة في سبيل تطور الفكر الديني من الداخل. ولعلكم لا تجهلون أن هذا الخطاب الإفتائي إذا صار مدار الحديث لا في البلدان العربية الإسلامية فحسب، وإنما في العالم برمته. فكلما رام القوم الحديث عن وجوه تراجع العربي أو وجوه فساد أو عجزهم الفكري إلا وأشاروا إلى آخر إبداعات أو صيحات إنتاج الفتاوى. إذن هذه الحالة تعبر عن فراغ، عن خواء، هذا في الظاهر، ولكنها في الحقيقة تعبر أو تخبر عن تلاعب بإنتاجنا الفكري، بمعنى أن هذا الإعلام الذي يسلط الأضواء على الإنتاج السلبي في فكرنا إنما يبحث عن الإثارة، يبحث عن الخبر ويخفي وراءه كل هذا الحراك، بحيث يجعل المرء إذن غير متابع لكل هذه الاجتهادات التي تقع في سبيل إنارة أو بث بؤر للحركة. إذن بالنسبة لهذا الخطاب الإفتائي هو في الحقيقة أثار فوضى، أثار ضجيجا، أثار صخبا، ولكنه يكشف في نفس الوقت عن علل من عللنا. علة أولى تتمثل في تصور العربي للزمن، فهناك سيطرة للماضي على الحاضر وهناك لا مبالاة بالمستقبل. هناك أيضا هدر للطاقات والوقت، وكلكم تعلمون كم قضينا من ساعات ونحن نتابع هذه الفتاوى على شبكة الانترنت أو على الفضائيات، وكم هدرنا طاقات ووقت ونحن نلاحق آخر أخبار هذه الفتاوى. بطبيعة الحال هذه النوعية من الفتاوى تتجاهل القرن 21، تتجاهل حاجات المواطن المعاصر، تتجاهل أيضا الخطاب العلمي والإنجازات التي حققت في نطاق بطبيعة الكشوفات العلمية المعرفية، تعبث بكل هذا التطور الإنساني الذي أصبح يشكل إن شئنا كنزا أو تراثا مشتركا كونيا. بطبيعة الحال هي تخاطب أشخاصا والزمن ليس زمنهم، إذا تحيي من الزمن القديم نماذج وتعتقد اعتقادا صارخا أنها فتاوى ما زالت قادرة على تفعيل الواقع وعلى إقامة جسر تصالح معه. هذه الفتاوى بطبيعة الحال تكرس التبعية كما ذكرت سابقا، وتكرس أيضا نمطا من التفكير الخرافي الذي يجرنا إلى بقع ظلامية ويجعلنا لا نرجح أو لا نحكم العقل في كل ما يتعلق بمصيرنا. هذه الفتاوى تحجب أيضا التنوع والثراء الذي تأسس عليه الفكر الديني، وبطبيعة الحال تغيب فقه الاختلاف وتعدد الرؤى الذي أثرى ثقافتنا بدعوى صون الوحدة وتمثل لإسلام أحادي النظرة. هذه الفتاوى تتسبب في خلق شخصية يحاصرها الخوف، الخوف من التفكير بدلا إذن الإعمال العقلي، هناك خوف من التكفير، من ظاهرة التكفير. ترتضي الاتكال والتواكل على إنجازات السلف بدلا
إنجاز فكر ديني حر، تخاف تغيير آليات الاجتهاد، تخاف زوال الرأسمال الديني الذي يقوم على التبرير والدفاع بدل الابتداع ومراعاة الزمن والتصالح مع المكان وإنتاج فقه مقاصدي. هذا الخطاب يمنح نصوص السلف فاعلية دائمة صامدة أمام التغييرات البنيوية، ويكرس اعتماد الذاكرة، الذاكرة التي تحفظ تردد أقوال السلف ولكنها في قطيعة مع زمنها. هذا الخطاب عاجز عن إدارة أزمات المواطن المعاصر وعلى صناعة الأمل. هذه النذرة السوداوية الثاقبة تقتل روح المبادرة، تجعل الفرد غير قادر على امتلاك زمنه وربطه بالتغيير. وحتى لا تكون إذن هذه المعوقات إذن سبيلا يكرس هذه النذرة التشاؤمية، سأختم ببصيص من الأمل إن سمحت لي. إذن حتى يكون هذا الكلام كما قال الجاحظ ليس كلاما بكلام وإنما كلام بفعال، اخترنا أن نتوقف عند ثلاث رؤى نعتبرها أساسيا. أولا، إعادة الاعتبار للتنشئة الاجتماعية بتفكيك منظومة القيم التي تقوم عليها، لأننا في تربيتنا نكرس التبعية ونكرس عدم الثقة في النفس، ونكرس بطبيعة الحال تقديس من يملك السلطة في حين أن السلطة توزع على أطراف. النقطة الثانية، بطبيعة الحال كلكم تعرفون أننا نعاني علات كبيرة على مستوى مناهج التعليم، تلك المناهج التي ما زالت ونحن نواكب حركة ثورة معلوماتية صاخبة ما زالت تكرس التلقين والاتباع بدل المساءلة والتفكير. ونختم بطبيعة الحال بضرورة إعادة الاعتبار أو تكريس فكرة المواطنة، لأن المواطن الذي من شأنه أن يكون فاعلا في مجتمعه كان بإمكانه أن يقوم بعملية المحاسبة لمن أخضعونا لكل هذه الفترة الزمنية التي استغرقت وأكلت من زمننا المنتج على حساب ترويج فتاوى تسيء إلينا. فنقول آن الأوان لنحاسب من تسبب في إسقاطنا في هذه الهوة، وشكرا لكم. لعلكم جميعا تتفقون معي في شكر الزبلاء والزميلات الذين قاموا بتقديم هذه الباقة من الأفكار المتنوعة والجميلة والمتوافقة. هذه الأفكار هي مكتوبة في أوراق كنا طلبناها من الزملاء بشكل موسع، وهذه الأوراق موجودة في الخارج وأيضا موجودة على موقع مؤسسة الفكر العربي. ربما لدينا بعض الوقت للسماع إلى مداخلاتكم قبل أن نخرج. أن يقال الاسم ويقال السؤال أو الرأي باختصار، تفضل. السلام عليكم، عبد الملك عيسى من اليمن، باحث في علم الاجتماع الديني. سؤالي إلى الدكتور المفكر الكبير الدكتور رضوان السيد. يتكلمون عن الاتباع، وأنا أعتبرها كما قالت الدكتورة أزمة الاتباع، وهي إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة منذ تشكل العقل الإسلامي إلى اليوم. هي أزمة لا زلنا نمر بها إلى اليوم، أزمة العلاقة بين المثقف والسلطة، بحيث يتشكل الفكر بما يتوافق مع ما هو قائم من الأنظمة، والذي هو يشكل التفكير لدينا اليوم منذ عصر الإسلام الأول. فهل خطاب الله هو للإنسان مباشرة دون أي واسطة، أم يجب أن يمر خطاب الله عبر واسطة إلى الإنسان؟ كذلك سؤالي، لماذا لا نركز على من المتسبب؟ سؤالين مع أن اليمن موحدة. سؤال بسيط. من المتسبب في ثقافة طاعة ولي الأمر منذ الإسلام عصر الإسلام الأول إلى اليوم؟ وشكرا جزيلا دكتور رضوان. رضوان بسرعة شديدة، على خليك بسرعة. أنا قلت فعلا أن ثقافة الاتباع هذه ما فيش ثقافة الاتباع، هناك منهج في فهم الدين هو منهج اتباعي، لكن علاقته في السلطة لا علاقة لها بالطاعة. هم يعتبرون من ضمن أمر ولي الأمر أنه مأمور بطاعة ولي الأمر في القرآن الكريم، ولكنهم في الواقع
هؤلاء جماعة نهج الاتباع هم شيوخ المعارضة في كل تاريخنا الإسلامي، ليسوا لم يتوافقوا مع السلطة إلا في فترات ضئيلة. كل ما في الأمر أن العمل مع السلطة أو ضدها لم تكن أولوية عندهم، هذا هو. لم يكونوا معنيين لا بمعارضة السلطة ولا بموالاتها. السلطة كانت تتحرش بهم فيصبحون معارضين، عندما لا يتحرش بهم أحد هم منصرفون إلى أمورهم الدينية. فثقافة الطاعة هذه أو ما يسمى الطاعة نشأت في أماكن أخرى، سواء في المسائل الثقافية الأدبية أو في المذاهب بالدينية والفرقية الأخرى، ليست عند جماعة الاتباع بالذات. يعني زميلنا كمال عبد اللطيف كتب كتابا عن هذه المسألة، عن ثقافة الاستبداد ومن أنشأها، قال إنهم أنشأوها كتاب مرايا الأمراء ونصائح الملوك. يعني في عندنا مئات الكتب في نصائح الملوك تقوم على تعليم الرعية الطاعة، لا علاقة لهم. هؤلاء الناس يأخذون من مأثورات يونانية وفارسية قديمة طبعا، ولا علاقة لهم بهذا النهج الديني. لنفهم نهج الاتباع على أنه نهج ديني بحت عمليا يفصل بين الدين والدولة يا جماعة، يعني لا يعنى بشأن الدولة، عمليا يقول للمأمون أنا مسامع مطيع بس حل عني، لا تتدخل في أمري وإلا أتدخل في أمرك وأثير العامة عليك، لا تتدخل في الدين، لا تقول بخلق القرآن. ما دمت لا تقول لا تتدخل في الدين وتقول للناس ينبغي أن يكونوا يؤمنون بالقدر أو لا يؤمنون بالقدر أو كذا، هذه مسألة دينية عقيدة شخصية لا حق لك أيها السلطان في التدخل فيها. ما دمت لا تتدخل فيها أنا لست يا سيدي لست معنيا بالشأن العام كله، بس عندما تتدخل أنا مستعد لمعارضك. أنا أفضل أن نأخذ يعني أسماء كثيرة وآراء كثيرة، يعني خلونا نضعها أيضا في صورة تعليق بدل سؤال. بس أنا أول مرة أعرف بأن هذا الفيلسوف كان لبناني، قال حل عني. عبد الله سيارة. أنا حقيقة مشرد في الوطن العربي الكبير. سؤالي اللي أنا بدي أطرحه من شقين. الشق الأول، هل مؤسسة الفكر العربي؟ عبد الله إحنا عندنا موضوع على خليك. موضوع نكتويت. هل مؤتمر الفكر العربي؟ ما له علاقة هذه. ما له علاقة. مؤتمر الفكر العربي. عبد الله ما له علاقة، رجاء. أنا أتكلم عندك سؤال. سؤال. فكر. نعم فكر. المؤسسة ما لها علاقة. هذا أنا مسؤول عنه. أوكي. مؤتمر الفكر العربي هل عنده قناة اتصال مع جامعة الدول العربية أو مع مؤتمر القمة العربية؟ أيوة. حتى المقترحات اللي بتطلع من مؤتمر الفكر العربي بتصل إلهم وبتنحط على المحك وبتصبح طبعا. وبتصبح نعم. قوانين تنفذ في الوطن العربي. الإجابة نعم. أنا بصراحة عشت على كلمة بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني ومن مصر إلى يمن إلى نجد فتطواني. وعندما التحقت بالعمل اصطدمت بحاجز كبير يمنعني من دخول تونس ومراكش والخليج العربي والأردن وغيرها. سؤالي اللي بيطرح حاله، متى سنحصل على الجواز العربي؟ متى يستطيع المواطن العربي أن يفكر بإبداع في كل أرجاء الوطن العربي؟ كيف لي أن أتواصل مع زميلي في المغرب وفي المشرق في وقت واحد؟ الإنترنت حالة دون ذلك. أرجو منكم أن توصلوا رسالتنا إلى القمة العربية حتى نصبح مثل أوروبا. الدين يقول سيحوا في الأرض، والإسلام يقول فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا تقيدونا أكثر مما قيدتمونا. وشكرا. تفضل الميكروفون. أنا بوجه بس رجاء خلونا نبتعد عن الكلام العاطفي هذا. تفضل. طبعا دكتورة منى. تفضل دكتورة منى. تفضل. تكلمتي عن الإبداع، هل يمكن أن يكون هناك إبداع في جو يخلو من الحرية والديمقراطية والثقافة؟ وشكرا. شكرا. أنا حأجيب على عن منى لو سمحت، لأن هي قالت إنه ما في إبداع بدون حرية، يعني كنا نستمع إلى هذا الكلام. تفضل أستاذ. قصدي يعني أنا. تفضل. يعني قرأت للدكتورة منى إنه لا إبداع بدون ثقافة. بدون حرية. وبدون حرية والثقافة. تفضل. الميكروفون إن شاء الله بس لحظة خلنا نأخذ الأستاذ. تفضل. إن شاء الله. الكل حيتكلم. ما ورانا غير الكلام. تفضل. اسمح لي دكتور علي، انك يحيى الامير، يعني
في البداية أود التعليق على يعني ما أعتبره نوع من الانقلاب النقدي في كلام الدكتور رضوان السيد، وتحول المشهد يعني حقيقة، وهذا جزء من المشكلة في الوقت الذي بدأت فيه يعني تنفرط دائرة النخب ويتحول الوعي العام لدى الشارع العربي إلى وعي بإمكانه تفكيك بعض عقده المتشكلة عبر التاريخ. يطرح الدكتور رضوان السيد خطاب غريب على مستوى تنزيه التاريخ من أنه يحمل أي مشكلة. طبعا الدكتور يعرف جيدا أنه الذي حدث في انتصار أصحاب الحديث وما جاء بعد ذلك من تشكل للمدرسة الاتباعية وللفكر الاتباعي، حتى يعني ما حدث في فتنة خلق القرآن وغيرها، كانت نوعا من امتحان السلطة بين الفقيه أو بين المحدث وبين السياسي. ويعني إلى درجة أن الدكتور يتحدث على أنه الانتماء إلى مذهب ديني لا يمثل عائقا أو مؤثرا في مسألة الإبداع أو في مسألة، طبعا على مستوى الشعر هذا يؤثر، وما وكلنا يعني درسنا التحول الذي حدث للشعر العربي الحديث بعد ظهور الإسلام وكيف تحول هذا الشعر على مستوى خطابه وعلى مستوى لغته، لأن الوازع الإبداعي أيضا تغير لدى مختلف أولئك الشعر. بالتالي مسألة يعني أو يعني ثمة حاجة ليقين حقيقي للتأكد من أن ما التضخم الذي حدث للمدونة الحديثية، الإمام بن حنبل ليس مسؤولا ولا يمثل جناية في فترته رحمه الله، لكن ما وضع بعد ذلك على الإمام أحمد بن حنبل حوله إلى شخصية طهورية. ما حدث بعد ذلك من اتساع واستقواء لمدرسة